السلام عليكم. هنبدأ النهاردة مجموعة من المحاضرات عن برمجة السنترالات الباناسونيك الاي بي 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 اكس تي دي اي 100 و200 و600 والتي دي اي عن طريق العدة المخصصة للبرنامج. العدة المخصصة للبرنامج لازم تكون بتنتمي لكلاس اوف سيرفيس مفتوح فيها سيستم بروجرامينج عن طريق كلاس اوف سيرفيس سيتنج. المانجر لازم يكون مفتوح فيها نجمة مربع بروجرام. الديفولت جاي كلاس اوف سيرفيس 64. تقدر تعمل سيستم بروجرام، يبقى يا اما نحط العده اللي هتعمل البرنامج في كلاس اوف سيرفيس 64، يا اما نفتح للكلاس اوف سيرفيس بتاعتها امكانيه النجمه مربع بروجرام. طريقه البرنامج، دوس على بروجرام نجمه مربع سيستم باسورد اللي هو 1234 ديفولت، وبعدين بروجرامينج نمبر. بروجرامينج نمبر في البيزك بروجرامينج هو طبعا 3 ديجيت بيبداوا من 000 لحد 012، وهم دول ال 12 خطوه اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده. اول خطوه اللي هي الديت تايم، بظبط فيها التاريخ والساعه. ممكن اخزن بطريق ال 12 اور فورمات او ال 24 اور فورمات زي ما انا عايز. الخطوة اللي بعدها 001، بخزن فيها 1000 رقم للسبيد دايلينج. دول 1000 رقم بيتخزنوا طول الرقم فيه 32 ديجيت، وبيطلبوا بعد كده بأرقام مختصرة اللي هي أسامي اللوكيشنز بتاعتهم اللي هي من 30 لتلات تسعات. الخطوة اللي بعدها 002، عند كل رقم أنا خزنته بقدر أحط له اسم عشان الكولر اي دي لما يجي الرقم يطلبنا بعد كده تبان اسمه على الشاشة، وطبعا يبان في الكول لوج لما نعمل برينت لمعلومات المكالمات اللي اتطلبت على الاس ام دي ار او على البرينتر. طريقة الاستخدام بتاعت السبيد دايل، انا برفع السماعة يا اما بدوس نجمة نجمة والرقم اللي انا حاطط فيه المختصر اللي انا حاطط فيه الرقم اللي انا عايز اطلبه، يا اما بدوس اوتو دايل وبطلب من 30 لـ3 ساعات حسب مكان الرقم اللي انا خزنته. اهم خطوة في مجموعة البيزك بروجرامينج هي الاكستنشن نمبر. ازاي اغير الاكستنشن نمبر؟ ببساطة في رقم الخطوة 003 بقدر احط الرقم الحالي والرقم الجديد. المسألة دي بيحكمها مجموعة من الفاكتورز هنتكلم عنهم واحدة واحدة. احنا لو بصينا للنمبرنج بلان في السيستم بروجرامينج هنلاقي ان انا عندي الترقيم في 10 و11 و12 وهكذا زي ما احنا شايفين كده، وفي 5 و6 وجنبهم 2x. 2x دول معناهم ان هما بيتغيروا من اقل قيمة 00 لاعلى قيمة اللي هي 99، معناها ان انا هنا ممكن ارقم من 1000 لـ1099 او من 1100 لـ1199 وهكذا بالنسبة لباقي الارقام الموجودة. فعلى سبيل المثال هنا العشرة بقدر أغير جنبها من 0099، فيبقى عندي تقييم من 1000 لـ1099. الاثنين خمسة مثلا، ده معناه إن أنا أقدر أحط أرقام من 2500 لـ2599. طبعا في ارقام مهم ان انا اخد بالي منها لما اجي استخدمها، هنقول عليها دلوقتي بالتفصيل. لو لاحظنا ان احنا عندنا الارقام اللي موجودة 1 و2 و5 و6 و3 و4 مش موجودين، انا ممكن اضيف 3 و4 للترقيم او لاي حاجة تانية. لو حطيناهم للترقيم وحطيناهم ديجيت واحد هيبقى ده معناه ان انا ممكن استخدم باضافتهم الارقام من 300 لـ399 او من 400 لـ499. لو حطيناهم 3 1 معناها ان انا يبقى عندي امكانيات من 3100 لـ3199، واقدر هنا كمان احط 3 2 3 3 وهكذا، ويبقى عندي هنا امكانيات لو حطيت 4 1 يبقى التغيير من 4100 لـ4199. اللي انا قصدي اقوله ان احنا لو حطينا 3 بس هيبقى انا 3 ديجيت، لان 3 هتتحط هنا و2 هيتغيروا. لو انا حطيت 3 1 يبقى عندي الترقيم 4 ديجيت، لو حطيت 3 1 1 هيبقى الترقيم عندي 5 ديجيت وهكذا.
طبعا الارقام الموجوده كلها من الزيرو للتسعه، معروف ان الزيرو بيطلب الاوبريتور، وتسعه للخط الخارجي الفاضي، تمانيه للترانك جروب، سبعه للتاي لاين لما يكون رابط سنترالين ببعض، وواحد واتنين وخمسه وسته في الديفولت جايين للبروجرام للنمبرنج سواء للاكستنشنز او للفلوتنج، وتلاتة وأربعة مش مستخدمين، يبقى أنا أقدر أحطهم هنا أو أحطهم في أي حتة تانية. الأرقام اللي أنا ما ينفعش أستخدمها هي الأرقام اللي إحنا حطيناها هنا اللي هي مستخدمة أصلا، دي رقم 600 مستخدم الإكسترنال بيجر، أرقام من 501 ل 564 دي أرقام الرسايل بتاعت الـ OGM، 591 ده سمبليفايد فويس مسج، ودي لها فيديو لوحدها، وده ما بيتغيرش غير من البي سي، ما بيتغيرش من العدة من هنا، عشان كده احنا حاطين عليه لايت. عندنا الانالوج ريموت مينتننس بورت 599، وعندنا الايست ان ريموت مينتننس 699، وعندنا من 601 ل 664 دي ارقام من كومن كول ديستريبيوشن جروب، وال 500 اليو ام جروب. الارقام دي كلها مستخدمة، ما ينفعش احطها في الاكستنشن نمبر الا لو رحت غيرتها الاول. اغيرها منين؟ ارقام خطوات اهي، عشان اغير الكومن كول ديستريبيوشن جروب فلوتنج نمبر من 622، الفويس ميل جروب اكستنشن 660، البيجر في 700، الاو جي ام 730، المودم في 811، الاي اس دي ان اكستنشن نمبر ريموت اكستنشن نمبر 812. فلو عايز اغيرهم اغيرهم من هنا الاول قبل ما استخدمه. يبقى انا عشان استخدم اي رقم من دول في الترقيم، لو انا محتاج ان انا استخدمه، لازم اروح الاول في رقم الخطوه بتاعته احط رقم بديل ليه، يبقى كده هو فاضي اقدر استخدمه في الترقيم الداخلي. الخطوه اللي بعد كده 004، بكتب الاسم بتاع كل اكستنشن عندي. خطوه 005 دي خطوه مهمه، لان انا بحط فيها البي اي ان او البيرسونال ايدنتيفيكيشن نمبر لكل رقم داخلي. البيرسونال ايدنتيفيكيشن نمبر لكل رقم داخلي، ممكن السيستم بروجرامي يدخل الداتا دي، او ممكن كل اكستنشن يحط البي اي ان بتاعه. المانجر بيقدر يكلير الرقم لو اليوزر نسيه. البي اي ان مهم بالنسبه لنا عشان اللايف كول سكريننج، ان انا لو محول مكالماتي على الفويس ميل وفي مكالمه بتتسجل دلوقتي اقدر اسمعها واقدر استمر اخش في المكالمه والتسجيل مستمر، او يتوقف التسجيل لما انا ابتدي اخش واسمع، ابتدي اخش في المكالمه لما اسمعها والاقيها مهمه يعني. فدي محتاجه البي اي ان. البي اي ان مهم عشان اقفل التليفون بتاعي عشان محدش يخش يشوف الداتا اللي عليه، سبيد دايل بتاعتي او الكول لوج بتاعي او الرسائل الموجوده عندي على الاس في ام الخاصه بي، وبرده الانكومينج كول لوج بتاعي. كل ده انا محتاج اقفل العد عشان، او بمعنى صح افتح العد عشان اقدر اشوفه. الوكينج اكستنشن انا بستخدم البي اي ان بتاعي ان انا اروح في اي مكان عند اي عده موجوده، ابتدي احط البي اي ان بتاعي واحط الكود بتاع الخدمه بتاع الوكينج اكستنشن. العده اللي هتبقى قدامي في الحاله دي اللي هعمل عليها الخطوات دي هتبقى هي العده بتاعتي بالظبط، برقمها بامكانياتها بكل اللي عليها هتبقى موجوده قدامي. واقدر اعمل اكستنشن دايلوج بالبي اي ان، يعني اقفل التليفون بتاعي، واعمل ووكينج كلاس اوف سيرفيس، يعني استخدم البي اي ان بتاعي ان انا اطلب من عده ما بتطلبش اصلا او مش مسموح لها الطلب الدولي، وانا عندي امكانيه الدولي، فالبي اي ان بتاعي بستخدم العده دي بطلب منها اللي انا عايزه. والبي اي ان بستخدمه لو دخلت عن طريق الفيزا وحبيت اعمل مكالمه بالليفل بتاعي. فالبي اي ان هو فاكتور مهم وعنصر مهم جدا بيتخزن الخطوة 005 او كل عدة بتقدر تعمله لنفسها. خطوة 006 الاوبريتور اساينمنت، بحدد الاوبريتور او الدي اس اس يونت اللي ركبت مش عارف الدي اس اس، انا اسف هنا الاوبريتور احنا عنده عملنا فيديو مخصوص للاوبريتور اتكلمنا فيه بالتفصيل. المهم ان انا هنا بقدر اغير الرقم بتاع الاوبريتور اللي هو بيبقى جاي على الديفولت اول عدة على اول جاك في السنترال، هي بتبقى واخدة 1001 او 101 او 3 ديجيت، وبقدر اغيرها واحط اي رقم تاني او اي رقم او جي ام او اي رقم اي سي دي او اي رقم من ارقام فيتشر دي، او زي ما قلنا في الفيديو، في فيديو خاص عن
الاوبريتور. هنا الخطوة بتاع تحديد الدي اس اس هيشتغل مع انهي تليفون. فانا في خطوة 601 بحدد الدي اس اس يونت بتاعتي راكبه فين على انهي بورت فيزيكالي عشان تاخد خواص الدي اس اس. ومن الخطوة 007 بحدد التليفون او الاكستنشن اللي هيستخدم الدي اس اس اللي انا ركبته في 601. خطوة 008 انا بحط فيها المسج اللي انا بسيبها لما باجي سيب المكتب بتاعي وعايز اي حد يتصل يسمع يشوف الرسالة دي على الشاشة عنده اللي هي will return soon in a meeting وهكذا. خطوات 10 و11 و12 مخصصين للبيلينج سيستم او الهوتيل فيتشرز. دي انا بقدر احط فواتير اضافية جوه الفاتورة بتاعت الجيست للتليفونات مثلا لللاندري وهكذا، حتى بالتاكسس بتاعتهم كمان. فالداتا دي بتخش جوه الفاتوره، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل في الهوتيل فيتشر باذن الله. ده كان الجزء الاولاني، نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.